بسم الله الرحمن الرحيم. من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. لا تقليد في أصول الدين، لا تقليد في العقائد، أمور لا ترضي الطائفي والتكفيري من كل المذاهب، لكنها توافق واقع وسطية الدين والضمير والأخلاق. بمشيئة الله سأتحدث عن بعضها، مثل أولاً الغيبتان الصغرى والكبرى، حق لكن لا علاقة للسفراء الأربعة بالغيبتين، لا من قريب ولا من بعيد. ثانياً، إن تمت عدالة واجتهاد وأعلمية ومرجعية أساتذتنا المراجع الأربعة بمجموعهم السيستاني والحكيم والفياض والباكستاني، فيمكن الحديث عن صحة نيابة وسفارة السفراء الأربعة، وللكلام بقية. الصرخي الحسني.